السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات دبلوم التعليم التجاري شعبة التأمينات في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة. حلقتنا النهاردة هنتكلم عن مادة تأمينات الأشخاص، ولو احنا هناخد في الحلقة النهاردة اللي هي تأمين على الحياة الجماعي. في الحلقة اللي فاتت احنا بدأنا في التأمين على الحياة الجماعي، بس احنا ما كملناش على اللي هو الجزء بتاعنا، وخدنا لو احنا فاكرين وقلنا ان التأمين على الحياة الجماعي اللي هو لازم يكون الفرد بيروح شركة التأمين، هو بيأمن على مجموعة من الأشخاص، ولازم تكون هنا مجموعة من الأشخاص تربطهم علاقة عمل. لازم تربطهم علاقة ايه؟ عمل، اللي هو التأمين على الحياة الجماعي. واتكلمنا عن أنواع التأمين على الحياة الجماعي. دلوقتي احنا هناخد اللي هي خصائص وملامح التأمين على الحياة الجماعي. وهنا الملامح دول أو الخصائص على التأمين على الحياة الجماعي هم أربعة. أول حاجة منه اللي هي الأشخاص القابلة للتأمين، أو المجموعة القابلة للتأمين، أو الجماعة القابلة للتأمين. تاني حاجة اللي هي حجم المجموعة القابلة للتأمين. تالت حاجة اللي هي متطلبات اللي هي القابلة على التغطية التأمينية. وآخر حاجة مدة التغطية التأمينية. لو احنا خدنا أول حاجة مع بعض ونشوفها على الشاشة اللي هي اهي، هناك عدة خصائص أو ملامح. قلنا ان هو الجماعات القابلة للتأمين، تاني حاجة حجم المجموعات اللي هي القابلة للتأمين، تالت حاجة متطلبات القبول للتغطية الجماعية، ورابع حاجة مدة التغطية الجماعية. هناخد أول حاجة اهو الجماعات القابلة للتأمين. احنا قلنا ان هما بتنقسم الى كام؟ الى خمس مجموعات. ايه هما الخمس مجموعات؟ اللي هما جماعات المستخدمين لدى رب عمل واحد، وجماعات المندمجة، وهنا اتحاد العمال او اتحادات العمال، وهنا المديونين لدى دائن واحد، وهنا جماعات ايه اخرى. دي الجماعات القابلة للتأمين. دول اللي هما جماعات اللي انا اقدر ان انا امن عليهم في التأمين على الحياة الجماعي، ان يكون مجموعة مستخدمة لدى رب عمل واحد، يعني هنا اللي هو صاحب العمل يكون واحد. ممكن تكون مجموعات مندمجة، ممكن تكون اتحادات ايه عمال او مديونين او جماعات ايه اخرى. هناخد اول حاجة اللي هي جماعات المستخدمين لدى رب عمل واحد. ان هنا بيعتبر هذه المجموعة من اهم المجموعات القابلة للتأمين على الحياة الجميع، سواء ان هي بتعلق الامر بعدد المجموعات اللي بيشملها التأمين، او بعدد اعضاء المجموعة الواحدة. وهنا المجموعة دي بتتميز ان هو بيكون لدى رب واحد، يعني هنا صاحب العمل هو واحد، بيكون على مجموعة من الأشخاص بيأمن عليهم في التأمين الجميع. وان هنا رب العمل بيكون شخص طبيعي بيتمثل في صاحب الشركة أو المؤسسة، واللي بتعمل بها المجموعة أو شخص معنوي بيتمثل في الهيئة أو النقابة التي ينتمي إليها المجموعة موضوع التأمين. تاني مجموعة اللي هي المجموعات المندمجة، اللي هي بتتمثل في أعضاء الهيئات التجارية المختلفة والمستخدمين لدى أصحاب العمل، وبتجمعهم صناعة واحدة أو مشروع تجاري واحد، وبينتموا إلى هيئة واحدة، وبتصدر وثيقة التأمين الجماعي الرئيسية للهيئة ذاتها أو لوكيل الهيئة أو أمين الاتحاد. يبقى هنا دي الجماعة المندمجة هي أعضاء بتتمثل في أعضاء الهيئات التجارية المختلفة. عندي ثالث حاجة من المجموعات اللي هي اتحادات العمال، بيقصد بها هنا العاملين اللي لدى أكثر من رب عمل، وبيجمعهم اتحاد عمال واحد، وبتصدر الوثيقة الرئيسية للاتحاد نفسه أو من يمثله قانونا، اللي هي الاتحاد العمال ان هم يكونوا شغالين، ان هم الاشخاص دول بيكونوا شغالين نفس المهنه، بس هنا بتربطهم ايه اتحاد عمال. يبقى هنا بيربطهم اتحاد ايه عمال. رابع حاجه اللي هي المديونين لدى دائن واحد، ويقصد بها
بهم المديونين لدى دائن واحد ان بيكون المدين هو مين؟ المشتري او المقترض. اما الدائن قد يكون البائع او مقرضا، مثل البنوك اللي ايه التجارية، وهنا شركات التمويل والشركات المقرضة قروضا صغيرة. يبقى هنا المديونين لدى دائن واحد، انا عندي المديون، المديون هو المشتري او المقترض. طب مين البائع؟ البائع هو اللي هو المقرض. زي مين يا جماعة؟ زي البنك التجاري وشركات الايه التمويل. اخر حاجة اللي هي الجماعات الاخرى، اللي هي من امثلتها هذه الجماعات اعضاء الهيئات العامة او الخاصة، مثل الحرس الوطني والمنشيات البحرية والبوليس والشرطة والهيئات المهنية، مثل المدرسين المحامين الاطباء والتجاريين وغيرها من الايه الجماعات. يبقى هنا دي الجماعات الاخرى ان هم بتربطهم، هنا هتلاقي هنا المدرسين او الاطباء او المحامين هم نفس المهنه، وهنا بتربطهم اهو مهنه واحده او عمل واحد، يدا ان هم يامنوا عليه في التامين الجماعي. طب تاني حاجه، حجم المجموعه القابله للتامين، هل ليها احجام؟ اه ليها احجام، هم حجمين او هنا اتنين. الحد الادنى لعدد افراد المجموعه، انا بعمل الحد ادنى لعدد الافراد. طب وتاني حاجه، الحد الادنى لنسبه المشتركين بالمجموعه، عدد الافراد كام ونسبه المشتركين بالايه بالمجموعه. الحد الادنى لعدد افراد المجموعه هو بيرجع تحديد حد ادنى لعدد افراد الايه المجموعه الى الرغبه في زياده عدد المؤمن عليه في المجموعه الايه الواحد. يبقى هنا العدد، عدد الافراد من اسمها كده عدد الافراد، يبقى انا عدد افراد المجموعه اللي بيرغب في زياده عدد مين؟ المؤمن عليه. ما هم الافراد دول هم المؤمن ايه عليه. طب الحد الثاني هو الحد الادنى لنسبه المشتركين بالايه بالمجموعه. هنا بيختلف الحد الادنى لنسبه المشتركين في المجموعه بحسب نوع الايه البرنامج. طب انا عندي كام نوع من البرامج او برنامج؟ انا عندي نوعين، البرنامج المساهم والبرنامج الغير مساهم. البرنامج المساهم ان هنا الفرد بيشترك مع رب العمل او رب العمل في اللي هو النسبه، بيتحمل نسبه ليه، بيتحمل ايه نسبه ليه. اما البرنامج الغير مساهم هو رب العمل بيتحمل كل الاجزاء. هنا اهو في رب العمل يتحمل تكلفه العقد بالكامل اللي هو برنامج غير مساهم، وبيجب ان يشترك في في التامين كل المستخدمين اي 100% اللي هو البرنامج الغير ايه مساهم. طيب اللي بعد كده اهو، طب اما البرنامج المساهم ان رب العمل يتحمل جزء من التكلفه فقط، فان الحد الادنى لنسبه المشتركين في البرنامج يجب الا يقل عن كام؟ عن 75% من اجمالي المستخدمين لدى رب العمل الايه رب العمل. يبقى انا عندي كده كام نوع من البرنامج؟ انا عندي نوعين من البرنامج، هنا برنامج مساهم وبرنامج غير مساهم. البرنامج المساهم ان هنا الفرد بيتحمل جزء ورب العمل بيتحمل جزء، ولازم تكون النسبه كام؟ 75%. طيب البرنامج الغير مساهم، البرنامج الغير مساهم هو رب العمل هو اللي بيتحمل التكلفة كلها، رب العمل بيتحمل ايه التكلفة كلها، اللي يبقى لازم ان هو يعمل 100% من العمال الموجودين عنده. تمام كده، يبقى احنا عرفنا الفرق بين البرنامج المساهم والبرنامج الايه الغير مساهم اللي هو بيتحدد فيه عدد الايه الاشخاص او الموجودين فيه. طب بعد كده لو احنا هنشوف بقى هنا اللي هي متطلبات القبول للتغطية الجماعية، ان انا بقدم الحماية الجماعية عادة للمستخدمين الذين يعملون بصفة دائمة بحيث لا يقل عدد ساعات العمل بالنسبة لهم عن حد ادنى معين، مثلا 25 او 30 ساعة عمل اسبوعية. وان هنا بتتطلب التغطية الجماعية تحديد معنى المستخدم او الفرد القابل للتأمين والشروط القابلة للتأمين الجماعي، اللي هو معنى لفظ المستخدم والممارسة الفعلية للعمل ودليل الصلاحية للتأمين، ودي احنا خدناها الحلقة اللي فاتت. بعد كده اللي هي رابعا مدة التغطية التأمينية، وان هنا مدة التغطية التأمينية اللي هي الفترة المنقضية،
من بداية سريان الوثيقة، أنا ببدأ من بداية سريان الوثيقة وانضمام أو انضمام العضو إليه حتى تاريخ انتهاء التأمين أو خروج المؤمن عليه من التغطية نتيجة التقاعد أو ترك العمل إيه نهائيا. مدة التغطية التأمينية عندي كام نوع؟ هما أربعة، اللي هي بداية التغطية الجماعية اللي هي الانقطاع المؤقت عن العمل، انتهاء التوظف أو الخدمة، تقاعد الموظف أو المستخدم، وخامس حاجة اللي هي انتهاء عقد التأمين الجماعي الايه الرئيس. يبقى انا مدة التغطية التأمينية بتتحدد في ايه؟ في الخمس حاجات دول، اللي هي بداية التغطية، انقطاع المؤقت، انتهاء التوظيف، هنا التقاعد الموظف، وانتهاء عقد التأمين الجماعي. هناخد اول حاجة اللي هي بداية التغطية الجماعية. هنا بيقولك ان هي يختلف تاريخ بداية التأمين الجماعي من فرد لاخر بحسب نوع البرنامج. فاكرين ان نوع البرنامج ايه يا جماعه اللي احنا سائلين؟ اللي هو برنامج مساهم وبرنامج غير مساهم من ناحيه، وتاريخ انضمام العضو نفسه من ناحيه ايه اخرى. زي ما قلنا اهو، في حاله البرنامج المساهم بيلتزم كل من مين الفرد في المجموعه بتقديم طلب انضمام لبرنامج الجماعي، ويعتبر الفرد مؤمن عليه. أما في حالة البرنامج الغير مساهم، أي الذي يتحمل تكلفته مين بالكامل؟ رب العمل. فإن تاريخ بداية التأمين الجماعي للفرد هو تاريخ بداية سريان الوثيقة الإيه؟ الجماعية، أو تاريخ قابلية الفئة الوظيفية. يعني من ساعة ما هو يبدأ ان هو يشتغل او من ساعة بدء سريان الوثيقة، هو كل العاملين الموجودين عند رب صاحب العمل هم متأمنين عليهم في التأمين الجماعي. وهنا بتكون بتستمر طالما ان الفرد مستمر في ايه؟ في عمله. اما اذا لم يكن الفرد مستمر في عمله، فان تاريخ بدء التغطية الجماعية له هو تاريخ عودته الى ممارسة الايه؟ العمل. طب تاني حاجة، الانقطاع المؤقت عن العمل. انا انقطعت عن العمل. في حالة انقطاع الفرد مؤقتا عن عمله لأي سبب، يعتبر تأمينه جماعي ساريا طالما كانت الأقساط المستحقة تدفع بواسطة رب الايه العمل، بشرط ألا تزيد مدة سريان التأمين في حالة الانقطاع عن كام؟ عن 6 شهور. يعني أنا ما ينفعش إن هنا الفرد إن هو ينقطع عن العمل، خلال هتفضل الوثيقة ثارية ماشية عادي لحد كام؟ 6 شهور عن انقطاعه، أو اللي هو الانقطاع المؤقت. يعني ممكن إن هو ياخد انقطاع عن العمل، يسافر، يكون مريض مثلا، بس ما يزيدش عن 6 شهور. وهنا صاحب العمل أو رب العمل هو بيسد الاستحقاقات، أو اللي هي بيسدد اللي هو مبلغ الأقساط الموجودة في التأمين. طالما الاستحقاقات شغالة وبتتسدد تمام، يبقى هنا التأمين الجماعي ساري لحد ما العامل ده بيرجع، بس ما ياخدش أكتر من 6 شهور. ما ياخدش أكتر من كام؟ من 6 شهور. طيب بعد كده، بعد احنا خدنا هنا الانقطاع المؤقت، طيب خدنا اول حاجة بداية التأمين، وتاني حاجة اللي هو الانقطاع المؤقت. طيب تالت حاجة ان انا الشخص ده حصل له ايه؟ او اما اذا كان الانقطاع عن العمل نتيجة اشتراك الفرد في حرب، لو الفرد ده اشترك في حرب او اي في الحرب، شركة التأمين ما تكونش ايه بتعوض عليه. لو احنا نشوف هنا اهو، اما اذا كان الانقطاع عن العمل نتيجة اشتراك الفرد في حرب، فإن عقد التأمين الجماعي عادة ما تتضمن شرطا يسمى شرط الحرب، الذي يقضي بعدم استمرار التأمين بالنسبة للعضو المشترك في الحرب سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن. لو الشخص ده انقطع عن العمل عشان شرط الحرب، هي شركة التأمين ما بتعوضش عليه. فهنا الوثيقة بتاع العقد التأمين الجماعي بالنسبة للفرد ده هنا كده بإيه؟ بتلغي. ثالث حاجة، انتهاء التوظف أو الخدمة. الشخص ده انتهى من التوظيف أو الخدمة، في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه لدى رب العمل بصفة دائمة،
تظل الحماية التأمينية جمعية سارية بالنسبة لذلك الفرد لمدة كام؟ قدرها 31 يوم. يمكن من خلالها من تحويل تأمين جماعي إلى تأمين فردي أو الانضمام إلى برنامج جماعي آخر لدى رب عمل آخر. يعني أنا سبت هنا الشغل خلاص، فبالنسبة لي ممكن إن أنا أحول البرنامج، ممكن إن أنا أحول التأمين الجماعي إلى تأمين فردي، أو إن أنا أنضم إلى برنامج جماعي آخر بس لدى رب عمل آخر. هنا في تقاعد الموظف أو المستخدم في حالة انتهاء الخدمة، إن هو الشخص ده بلغ سن التقاعد اللي هو سن 60 سنة، فهنا معظم العقود التأمين الجماعي بتسمح باستمرار التغطية الجماعية للمتقاعدين طالما إن هو لا يوجد اختيار ضد صالح شركة التأمين، وطالما إن كانت الحالة الصحية للفرد الإيه عادية. يعني أنا ممكن الوثيقة دي تكون سارية، بس لازم تكون هنا طالما إن الحالة الصحية بتاعة الفرد إيه عادية، ممكن إن أنا التغطية بتكون بتستمر. هنا في هناك بدائل ثلاثة يمكن للفرد اختيارها منها في حالة التقاعد لو الشخص ده تقاعد. في ثلاث بدائل ينفع ان هو يختار منه. اول بديل انتهاء التأمين بصفة نهائية عند التقاعد، ان انا هنهي التأمين من ساعة ما انا خلاص انا طلعت عن سن التقاعد في سن 60، انا خلاص ان انا هنهي التقاعد بتاعي. استمرار التأمين او جزء منه الى ما بعد